ضياع الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ولو دخلنا إلى المحاكم اليوم نرى عددا كبيرا من الدعاوى سببها إساءة الأمانة. نرى ملايين حالات النصب والاحتيال والتزوير والكذب والغش والخداع. وهذا الأمر لم يكن معروفا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل لا يمكن لبشر في ذلك الزمن أن يتنبأ بأن الأمانة ستضيع، وهذا يثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله.